خلينا نكمل كمان مع كابتن محمود الخطيب اللي النهارده سافر الحقيقه للامارات. طبعا رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، وده لتلبيه دعوه مؤسسه جلوب سوكر وحضور الاحتفاليه اللي بتقيمها المؤسسه دي بكره ان شاء الله في دبي، وده لتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن، وكمان النادي الاهلي بوصفه نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا في الشرق الاوسط. كابتن محمود الخطيب هيتسلم جائزه النادي الاهلي في حضور الحياه كوكبه من كبار مسؤولي ونجوم كره القدم في العالم اللي تم توجيه الدعوه ليهم بالمناسبه دي، منهم كريستيانو رونالدو طبعا اللاعب الكبير، وكمان بيريز رئيس نادي ريال مدريد. يمكن خلاص هنروح ان شاء الله بكره ان شاء الله هنشوف كابتن محمود الخطيب هو بيتسلم جائزه جلوب سوكر دي، ومفروض انه جلوب سوكر دي طرحت استفتاء على النادي الافضل في العالم والنادي الافضل في منطقه الشرق الاوسط، وان يكون قرار اختيار الافضل بيكون بنسبه 60% للجنة الخبراء اللي شكلتها المؤسسة، و 40% من القرار بيكون لرأي الجمهور وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة دي. ريال مدريد زي ما قلت لحضراتكم هو اللي فاز بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط. حدث كبير ومهم وعالمي، ومهم أن النادي الأهلي يكون موجود في حدث زي ده، بيضيف لنا كتير الحقيقة. وجود النادي الأهلي برضو بيضيف لأي مكان هو فيه، ولكن دايما فكرة التتويج بالبطولات أو بالجوائز اللي زي دي بتفرق قوي مع جمهور النادي الاهلي. يعني انا شفت من بدايه ما تم طرح الاستفتاء على الصفحه او المؤسسه او الموقع، شفت قد ايه كل البيجز او صفحات اللي انا متابعاها على السوشيال ميديا للنادي الاهلي كلها: يا جماعه عيب ريال مدريد يبقى متقدم، خشوا صوتوا للنادي الاهلي. ويعني قد ايه جمهور الاهلي بيبقى فارق معاه انه النادي الاهلي يفوز، مش بس باي بطوله هو داخلها او بينافس عليها مهما كانت اهميه البطوله، ولكن كمان اي جائزه، او انه لاعب مثلا من النادي الاهلي مترشح لجائزه معينه، بيبقى فارق جدا مع جمهور ان اللاعب ده هو اللي يفوز بالجائزه دي. ودايما بنقول انه الاهلي طبعا او جماهير النادي الاهلي في ظهر طبعا فريقها.